هاي هاي سوري في قاعد اتحديك ثانية بس دقيقة اكيد سوري دمغزيل بس انه عن جد ما بقى فيه ما اتعرف عليكي ما بقى فيه ما اتعرف عليكي كيف بدي اقول لك يعني من اول ما بلشت الجامعة سنة وهيك لفتتي لي نظري كيف بدي اقول لك لفتتي لي نظري بضحكتك المهضومة بتيابك المرتبين بتصرفاتك المهذبة عم براقبك انا ما شلت عيني عنك يعني صراحة يعني صراحة انا عندي نفس الاحساس هيك ما بعرف ليش كل ما بشوفك بحمر كل اللي سوا وبدي اشوف حبيبي سبحان الله كأنه هيك طبعنا قريبة على بعضها ايه في شيء بيناتنا ما بعرف في كاريزما في كاريزما ما بعرف باكي ما بعرف بحس انه اذا بتزبط وانه نبقى نشوف بعضنا بتوقع عم نبقى بنعيش احلى عيشه بتمنى انا يعني ايه بنجرب بنجرب وهيك بركي الله بوفقنا بنجرب حبيبتي سوري ما تعرفت على اسمك ملبك لان شوي الاسم الكريم ليلى ليلى رودريغ تشرفنا ليلى شو عبد اللطيف ليلى شو عبد اللطيف قلتي لي بتوقع نعيش احلى عيشه ايه يعني رح نعيش عيشه كليب اذا اسمك ليلى عبد اللطيف العكس هو صحيح يلا الله يوفقك ايه اعتبريني ما شفتيني هلا مش بتوقع بحس بحش تحسي بقى ليلى عبد اللطيف عاد